فضيلة الشيخ وفقكم الله، طواف الوداع هل هو واجب أو مستحب في العمرة؟ لا وداع للعمرة، لا واجب ولا مستحب، لأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف للوداع في العمر التي اعتمرها، ولا ورد أنه أمر المعتمرين بطواف الوداع، إنما الذي ثبت أنه أمر به الحاج، أمر الحجاج بطواف الوداع. نعم.